محطتنا التالية سلمى مع أصوات الفرح بريستال خاص أقيم بكنيسة ماتيلدا بشارع طبعا فاصل بحلب. نتعرف أكثر على أجواء الحفل مع دمشق والمشاركين معه وأيضا مع صالح غزال وهو طفل موهوب من معهد صباح فخري. يسعد صباحكم. صباح النصر. يسعد صباحكم. صباح النصر وصباح كل عام وأنتم بخير جميعا، وإن شاء الله هيك ميلاد مجيد على سوريا، ودائما سوريا منتصرة حلب الصمود. واليوم ما بتتخيلك الشعور انه نحن بساحة سعد الله الجابري عم نحتفل بانتصار حلب الكبير، هذا شيء كثير مهم. اكيد استاذ محمد، امبارح حضرتك كنت عم تعزف وايضا مشاركه مدير اوركسترا دمشق مع جوقه الفرح، نحكي سريعا عن المشاركه امبارح. بصراحه هي المشاركه كانت جميله جدا، لانه اليوم جوقه الفرح هي فعلا شيء يعني بتبعث الفرح بقلوب كل السوريين واطفال السوريين، فما بالك اليوم هن الرساله اللي كانوا عم يقدوها. 170 طفل، كانوا اكثر من 170 طفل بجوقة الفرح مع السيدة كلوديا توما. نحن طبعا زمان يعني عمر جوقة الفرح، الخطوة كانت انه المجيء لحلب كانت ابدا ما سهلة بالنسبة للاطفال، وكانت تحتاج لكثير من تنظيم وكثير من تحضيرات وتجهيزات. رغم هذا الشيء كانوا مصرين من الشام انه نجي لحلب نغني للفرح، نشارك اهلنا بحلب واخواتنا بحلب، لنوصل رسالة للعالم كله بالنهاية مين حلب المنتصرة، حلب الصمود والشعب السوري اللي دائما هو الشعب بحب الفرح. كان البرنامج منوع جدا جميل، ما انه سهل ابدا، البرنامج كان صعب، تحضر بوقت قياسي جدا جدا بالنسبه للشيء اللي شفناه امبارح. كثير حلو، كمان معنا صالح اللي هو طفل موهوب مع صباح فخري، بتعزف على العود، خبرنا اكثر عن مشاركتك يا صالح. هو انا يعني بدرس عود من 5 سنين مع صباح فخري، تابع طبعا وزاره الثقافه. وهو يعني مثل عود يعني بيعطي مثل شعور يعني هيك شرقي، ومثل يعني هو من الآلات اللي يمكن اللي كتير صعبة بس صوتها كتير حلو. فينا نسمع شي منك؟ يلا. صالح بدي احكي شغله، الشيء المهم انه اليوم صالح هو طالب سنه خامسه. حلو. فهو له 5 سنين، يعني هو من عمر الحرب على سوريا وعلى حلب اللي عمره اليوم 7 سنين، ونحن نشوفه شو انجازات كانت وشو مين الطفل السوري من الطفل الحلبي الموهوب. هاي سوريا اللي بتقدم اطفال بهي الطريقه الحضاريه. اكيد. وصالح من الاطفال اللي كانوا تكرموا كمان بدمشق ضمن حفل تكريم المركز اللي عملناه كمان من سنتين. فهي الرساله احنا كمان بنحب يفهمها العالم مين هو الطفل السوري الموهوب وسوريا شو عم تعمل لاطفالها. اكيد. خلينا نقول انه مثل عن جد ما نحكي انه الموسيقى اقوى من صوت الارهاب. استاذ محمد، خلينا نحكي شوي انه انت مو اول مره بتشارك خارج دمشق، نحكي اكثر عن مشاركاتكم كمان. نحن كانت الاوركسترا احنا من سنتين كمان عفوا من شهرين كمان عملنا حفل كمان ريستار كان مهم هون اوركسترا دمشق مع كورال ناريجاتسي، كمان لنا مشاركه كموسيقيين بحفل مع اياد الريماوي الموسيقي اللي من وجهه تحيه، كمان من حفلات مميزه. اليوم الحفلات بحلب دائما لها طابع خاص، طابع خاص، اول شيء الطاقه الايجابيه اللي بتاخذيها من جمهورها، من شعب حلب الصامد، من شعب حلب الصامد، الجمهور الزواق بيعكس لك حاله ايجابيه كثير هيك يعني الى حاله غريبه عند الموسيقي، لانه بتعرفي التفاعل اليوم مع الجمهور هو شيء كثير مهم.
شو ما قدمتي هو يعني اليوم من الموسيقى الكلاسيكية، من الموسيقى الكنسية، من الموسيقى الشرقية، بتلاقي في مين عم بتلقى هذا الشيء وعم بتلقاه كثير صح. نحن دائما في يعني هدف انه نطلع، ما نكون محصورين فقط بالعاصمة دمشق، لما عم تطلعي على المحافظات وحلب بالذات. يعني اليوم ضمن رسالة ثقافية، نحن بهمنا تكون الثقافة والموسيقى منتشرة بكل أراضي الجمهورية العربية السورية، واللي فعلا عم نسعى اليوم نكون نحن موجودين بكل محافظة، وعم نلاحظ في حفلات ونشاطات في أغلب المحافظات، لأنه اليوم كل أهلنا بكل المحافظات متعطشين للثقافة الصح، متعطشين ليسمعوا موسيقى. الموسيقى هي اللغة الوحيدة اللي هي لغة غذاء الروح، اللي ما فيها مجاملات، وعلى المسرح بيكون يعني النتيجة اللي عم نشوفها، والنتيجة بالأخير الحكم هو الجمهور اللي دائما عم بيكون الحمد لله أنه عاجبه هذا الشيء، وعم نقدم دائما الشيء المميز. أكيد. صالح، يعني مثل ما قال الأستاذ محمد، صار لك 5 سنين من عمر الحرب. أكيد يمكن السنة غير السنة الماضية واللي قبلها واللي قبلها، نحن اليوم هيك حاسين كمان بشعور فرح حتى من أول ما وصلنا على حلب. احكي لنا شوي كيف كان طريقك للمعهد، روحتك رغم يمكن هي الصعوبات، قذائف كانت دائما عم تنزل على حلب، كيف كان يومك وقت تقضيه بين المدرسة وأيضا بين العزف؟ أولا العزف مثل ما بقوله هو يعني غذاء الروح، بقى إنه يعني واحد يعني إذا هو يعني مثل كان لما بالحرب ما في واحد يشارك نشاطات كتير، أو بقى هو مثل المعهد الموسيقي صباح فخري إجا مثل إنقاذ لهالوضع. بقى يعني في طبعا نحن الحلب ما هي مشهورة بالموسيقى وبالتراث الغنائي وهيك، بقى مثل الشعب يعني هم كلهم حبوا يعني تقريبا يعني بعض منهم حبوا يسجلوا منهم، وانا كنت منهم وحبيت الآلة، ومثل انه صارت يعني كل ما انا اشعر بس عم بحزن او فرح مثل انه ادندن او هيك يعني صارت تواسيك. حلو كثير. شو حلمك صالح؟ بتحب تكفي كمان بالعود؟ طبعا بكفي، بس هو يعني بيبقى كهوايه مو كمهنه. نعم نعم اكيد. يعني نحن بدنا نتشكرهم، بدنا نسمع شيء منه، نسمع شيء اخير قبل ما نتشكرهم. يلا نسمع شيء كده. يلا صالح يلا تفضل. هالأنامل يا صالح، عن جد أستاذ محمد يعني هيك جيل عن جد يفتخر فيه بوقت كنا عايشين وقت صعب كتير بسوريا، أولاد سوريا كل حدا أبدع بشي، قدي حلو أكيد. هذا هي الموهبة وقدي بينشغل عليها. أكيد هذا الشيء فعلا اللي عم نشتغل عليه، وحتى عم نشتغل عليه من خلال إنه ما عم نخليهم بس بحلب، عم بيجوا لعنا على الشام، عم بيعملوا حفلات، عم بيكون في ورش أعمال دائما موجودة بين المعاهد. هدفنا بالأخير نحن نبني شخصية الطفل الموسيقي السوري الصح، مشان نرفض مستقبلا فرقنا في فرق سيمفونية وطنية وفرق الموسيقى العربية
معاهدنا نخلق جيل موسيقي بيمثل الحاله السوريه الموسيقيه الصح. واليوم هيك بنتمنى كمان اللي ما حضر امبارح الريتال بكنيسه القديسه ماتيلدا جوقه الفرح، نحن اليوم رح نكون اليوم الثاني للحفل. نعم نعم، اللي هو بيكون كثير مميز وننصح بالحضور اكيد. اكيد نعم. شكرا لك استاذ محمد، شكرا لوجودك معنا، وشكرا لك صالح. شكرا لكم، شكرا لوجودكم، موفقين بالنشاطات الجايه. شكرا لوجودكم.